طبعا اشتغل بهاي المهنه اللي ميكانيك سيارات تقريبا صار لنا 30 سنه 32 سنه. فاشتغلنا استرثناها طبعا من ابائنا من اخواننا الكبار وطول حد هاي اللحظه. فصارت تقريبا عمرنا كان بهذاك الوقت اللي صار تقريبا 12 سنه او 13 سنه. اشتغلنا واستمرنا في هذا الموضوع. طبعا تعرف شغله الميكانيك السيارات هواي بها تفاصيل وهواي بها امور وهواي بها مشاكل تصير لنا. طبعا احنا كان قديم بهذاك الزمان سيارات اللي معروفه صيانتها ومعروفه تصليحها. فتعرف مرور الزمن والوقت والوضع تطور والسيارات تطورت فواكبنا بهذه الفتره كلها. هاي السيارات اللي صارت هسه الحديثه والتسمية صارت هواية. قبل سيارات معروفة أسماء قليلة كلش زين. هسه كثرة السيارات وكثرة نوعية السيارات والصناعات وبلد انفتح كافة المجالات اللي صارت هسه. فتعرف يصير لنا بعض المشاكل بأمور الصيانة بأمور التصليح. فتعرف السيارات المنتجية تجيك ما تجيك يعني على فترة مثلا يعني فترة من الزمن تجيك يعني ما يقول لك جاية سريعة شلون مثل يقول يعني بلهجتنا الدارجه فوقها. فظلينا نواكب بها السيارات والصيانه والتصليح لما يعني ضبطنا امورها وضبطنا تصليحها زين. فبقينا والحمد لله وشكر على كل حال. اول سياره هي قلت لك بهذاك الوقت اللي السيارات المعروفه كانت اللي سيارات الميكانيك السيارات اليابانيه اللي كانت اللي معروفه بالسوق ذاك فتره الثمانينات زين. السيارات اليابانيه والأمريكية. فقلت لك مرور الوقت اختصينا بسيارات الأمريكية فقط. فتعرف هاي السيارات الأمريكية يراد لها مثلا شلون ما يقول يراد لها واحد مثلا عقله شوية منفتح ويراد لها تركيز أكثر ومشينا بهذا الدرب بهذا الأمور والحمد لله والشكر. يوم من الأيام شدينا محرك ما سيارة كملناه وحلات بالأصول. فشغلنا يعني أكو قطع بالسيارة قطع غيار بالسيارة فما شادينها ناسينها اللي هو يسمونه الأويل بوم اللي هو هذا اللي يعني معروف يعرفونه أغلب الناس الأويل بوم. فنباوع قبل ما نشغل فشفنا الأويل بوم موجود على الميز. صراحة تفاجأنا بهاي القطع اللي ما شدها. طبعا هي وهذا روح السياره روح المحرك مثل ما يقول. فتفاجأنا بصراحه فظلينا ما نقدر يعني تلاف الامور لان ابو السياره كان موجود. فلما نشوف هالقطعه ما موجوده راح يظل شك بالامور بين السياره. فمواقف هوايه فما اقدر اقول لك هوايه تفاصيل هوايه.